اما هلا سلمى بننتقل لاولى فقراتنا لليوم برحلتنا الصباحيه، ومثل العاده دائما بنحاول نتابع اخبار الطقس وشو الجديد خصوصا مع البروده صحيح. المستمره وخاصه بالليل، لنعرف اخر الساعات القادمه شو مخبيتنا من احوال جويه. معنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي زكريا العيسى. يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير استاذ زكريا. صباح الخيرات، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نعرف من حضرتك، يعني من يومين كمان سمعنا انه رح يكون في منخفض جوي رح يبدا اليوم او بكره، ما صحت هي المعلومات وحاله الطقس بشكل عام لو سمحت؟ نعم، اليوم حيكون يعني الجو بين الصح والغائم زين بشكل عام، يعني يتحول خلال ساعات ما بعد الظهر الى غائم على المناطق الساحليه والشمالي الغربيه، لتصبح الفرصة مهيئة لهطل زخات من المطر فوق تلك هذه المناطق، ويمتد إن شاء الله يعني بشكل تدريجي خلال ساعات الليل ليشمل كافة المناطق. يعني حنشهد إن شاء الله هطولات مطرية، وأيضا يرافق هذا المنخفض يعني هطولات ثلجية عن المرتفعات الجبلية التي تزيد ارتفاعها 1500 متر خلال اليوم. يعني خلال هذا النهار يعني في ارتفاع في درجات الحرارة ايضا غليلا لتصبح على من معدلات ايضا في اغلب المناطق، ولكن ان شاء الله ايضا من يوم الغد يعني يوم الجمعه حنشهد ان شاء الله هطولات مطريه وايضا تكون غزيره ومصحوبه بالرعد احيانا على المناطق الغربيه، وايضا يعني يصاحبها هطولات ثلجيه على المرتفعات الجبليه تزيد على ارتفاع 1500 متر، وايضا انخفاض يعني ملموس على درجات الحراره تصبح عندنا من معدلاته، وايضا في نشاط يعني في سرعه الرياح حتى تتجاوز يعني الهبات 60 كيلومتر في الساعة، خاصة المنطقة الجنوبية والمنطقة الساحلية بشكل خاص. يوم يعني خلال فترة الأسبوع القادم يعني يوم السبت والأحد في وضع استقرار في بعض المناطق، ولكن تبقى في أجواء يعني على المناطق الجنوبية الغربية في فرصة هطولات مطرية، ويوم الاثنين والثلاثاء يعني أيضا يتجدد فعالية هذا المنخفض، حنشهد إن شاء الله يعني أيضا يوم الاثنين القادم والثلاثاء هطولات مطرية وأيضا تكون غزيرة في أغلب المناطق، وأيضا هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة. يوم الأربعاء والخميس يميل بشكل عام إلى الجو إلى الاستقرار وارتفاع في درجات الحرارة. خلينا نعرف معدل درجات الحرارة تقريبا خلال اليومين القادمين في دمشق والمحافظات السورية. نعم، حاليا يعني في درجات الحرارة اليوم يعني متوقع خلال 24 ساعة مدينة دمشق والمنطقة الجنوبية 16.5، أيضا المرتفعات الجبلية حتكون 9.0، المنطقة الوسطى 13.4، المنطقة الجزيرة 16.4، المنطقة الساحلية 19.11، المنطقة الشمالية 12.5، وأخير المنطقة الشرقية والبادية 16.5. يعني بدنا نتشكرك المتنبئ الجوي زكريا عيسى، كنت معنا عبر الاتصال الهاتفي، شكرا لك على المعلومات اللي أعطيتنا إياها. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.